السلام عليكم الشابات الفاتنات الغزالات المنورات، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، وغادي يكون هذا الفال ديالكم يا البيضات، كنتي متزوجة مطلقة أرملة او عازبة. الفال غادي يكون على حسب الفئة العمرية، ان شاء الله فالكم يكون خير، ان شاء الله فالكم يكون ايجابي. ما تنساوش البنات تفعيل الجرس حتى يوصلكم الفيديو في الوقت، وما تنساوش لايك، فإن شاء الله يكون الفال خير. ودائما انا كنشكر البنات اللي كي يشاركوا رابط القناة على مواقع التواصل الاجتماعي، كنشكركم على التعليقات الرائعة ديالكم، وكنشكركم على اللايكات ديالكم، شكرا. ان شاء الله يا البيضة يكون فالك خير. فمرحبا بالبنات الجداد اللي كيدخلوا، هذه قراءة كتكون على حسب الفئة العمرية. فغادي يكون هذا الفال الاول بالنسبه للفئه العمريه من 17 ل 30 سنه بيضاء، الفئه الثانيه من 31 ل 45، والفئه الثالثه من 46 فما فوق. هذا غادي يكون فالكيا البيضاء الفئة الأولى 17 ل 30 سنة. فانتبهي هذه الأيام من سيدة أو من بنت سمراء، ممكن تكون كتغار منك، ممكن تنصب عليك، ممكن يكون عندك معها مشكل في العمل أو في المهنة اللي كتزاوليها، وممكن يكون عندك معها مشكل إداري، والبعض فيكم عندهم وقوف على طبلة المخزن مع هاد السيدة أو هاد البنت السمراء هادي. كنشوفك شوية قليلة الحظ هاد الأيام، والحظوظ شوية، واخا كتوصلك كتوصل ناقصة أو ما كتفرحيش بها، فعندك واحد الأسبوع يعني الحظ هابط او ما كيكملكش الحظ ديالك. وقلنا انتبهي من هذه السيدة اللي هي سمراء، ممكن تنصب عليك، ممكن تغدرك، ممكن ديرلك ماكيدة، ممكن يكون عندك مشكل معها في العمل او في الوظيفة اللي كتزاوليها، ممكن يكون عندك وقوف معها على طبلة المخزن. من الناحية المادية الامور جيدة، عندك جوج الارزاق، كاينه رزقة كبيرة بالعدد اثنان ورزقة صغيرة بالعدد سبعة. وتنقول لك غادي يكون عندك تغييرات صحية الى الاحسن، الى كنتي مثلا نفسيتك تعبانة او عندك مرض او كنتي كتعاني من مرض، فعندك تحسن صحي. وحتى الا كنتي خايفة او غادي تزوري الطبيب فالامور غادي تكون جيدة، او كتنتظري التحاليل فكنشوف ان الامور هذه جيدة والله اعلم. عندك مكالمة هاتفية غتجيك خلال هذا الاسبوع، هي مكالمة هاتفية مهمة جدا بخصوص رزقة كبيرة، وغادي تفرحي على هذه الرزقة هذه دون هذوك الجوج الارزاق اللي قلنا، فهي مكالمة او خبر غادي يوصلك بخصوص رزقة كبيرة وغادي تفرحي عليها. وتنقول هنا اللي كتسأل على الحنطي، فالحنطي كيبغيك وراكي طايحه في حجره، ولكني واخا الحب بيناتكم، واخا الود بيناتكم، ولكني شويه غادي تكثر هاد الايام خلافات، غادي يكون بيناتكم صداع، غادي يكون بيناتكم سوء تفاهم، شويه النفسيه ديالك معاه ما غاديش تكون هي هذيك، او انت كتشكي فيه او هو كيشك فيك. فحتى الا كنتي كتشكي في هاد الحنطي، راه ما كاينش في حياته هاد الايام طرف ثالث، فهو غادي يكون غير مثلا مشغول او شارد، او ما عندوش ما فيهش داك النشاط والحيويه، غادي يكون متكاسل هاد الحنطي هاد الايام هادي. بالنسبه اللي كتسال على الابيض وخصوصا الابيض الناحف، هذا غادي يكون رد عليك بالظهر، ولكن عدم الاهتمام ديال هذا الابيض هذا اللي هو ناحف ماشي لانه ما كيبغيكش او كارهك، ولكني هو عنده تغييرات او تجديدات، او كيدير شي حاجه اعمال غادي يفاجئك بها من بعد، كانه باغي يدير لك مفاجاه او باغي
هاد الشغل اللي كيديرو ما باغيش يقول لك شنو كيدير حتى يساليه ويكملو، ومن بعد غادي تكوني مطلعة على هاد العمل هذا وغادي تفرحي للفرح ديال هاد الأبيض الناحف. هنا بالنسبة للعشاق والحبايب فما بانش الأسمر وما بانش الابيض، فالحال غادي يبقى على ما هو عليه. فالامور اللي جات هنا مهمه، والرساله اللي جات لكم هي ان شويه الحظوظ ديالكم غادي تكون ناقصه، او كتجيكم فرص وما كتكملش، النفسيه ديالكم شويه غتكون محطمه، غادي تعرضوا الخيانه او غدر او نصب من طرف امراه سمراء، ممكن حتى تكون حتى معك في العمل او في الشغل اللي كديريه، او ممكن توقفي على طبلة المخزن مع هاد السيده هادي، فانتبهي هاد الاسبوع هذا. وكنقول كذلك كاين عندكم مكالمه هاتفيه او خبر خلال هاد الاسبوع هذا بخصوص شيء ثمين او مبلغ مالي، او هي رزقه كبيره غادي تفرحوا عليها. زائد جوج الارزاق في الايام المقبله، وحده كبيره بالعدد جوج وحده صغيره بالعدد سبعه. وقلنا اللي كتسال على الحنطي، الحنطي كيبغي يكون تطيحه في حجره سواء كان زوج او كان حبيب، ولكن غادي يكون بيناتكم سوء تفاهم، غادي يكون بيناتكم خلافات، غادي يكون بيناتكم تنافر او برود من طرف هذاك الحنطي. فهذا ما كيعنيش انه ما كيبغيكش، وانما هو غادي يكون متكاسل غير نشط وشارد، ويعني كانه لا يهتم بالحياه العاطفيه هذه الايام هذه. كتسالي على الابيض الناحف، هذا غادي يكون ما عاطيكش اهتمام، وغادي يكون رد عليك بالظهر، ولكن غادي يكون مشغول، يكون كيستعد العمل او كيدير كيحضر لك مفاجاه، او عنده تغييرات كيديرها من بعد غادي تعرفيها وغادي تفرحي معاه على هاد التغييرات هذه. وقلنا هنا الابيض والاسمر ما بانش، فالحال غادي يبقى على ما هو عليه. هذا ما كان، فالتحذير اللي كان عندك انت من الفئه الاولى بيضاء، هو انتبهي من هاد السيده اللي هي سمراء، سواء كانت في العمل او هذه صديقه ديالك او كتعاملي معها ومازال غادي تهضر معك، مازال هاد السيده اللي مثلا كنتي مخاصمه معها وكان عندك معها سوء تفاهم، مازال انت وياها المشكل ديالكم مازال ما غاديش يتصلح، يعني مازال بيناتكم مشكل انت وهاد السيده اللي بينك وبينها خلاف، او بينك وبينها مشاكل مازال غادي تجرك، يعني مازال غادي تتعبك حتى انك تسوي الاوضاع معها. فكان هذا الفال الاول بيضاء من 17 ل 30 سنه، ونشوفوا الفال الثاني بيضاء من 31 ل 45 سنه، معرضه للعين والحسد ومتبوعه على حياتك الماليه وحياتك الماديه. من ناحيه ديال اللي كيسال على الزواج او على الحياه العاطفيه ديالكم، غادي تكون رائعه رائعه هذه الايام هذه، عندكم واحد 3 ايام ممتازه من رؤيتكم للقراءه، والله اعلم عندكم 3 الايام ممتازه جدا من الناحيه العاطفيه، عندكم فرح، عندكم اعلام الفرح، عندكم يمكن خطوبه، يمكن زواج، يمكن فرحه مع الزوج او فرحه مع الحبيب، فهو فرح عاطفي او فرح على حياتك الزوجيه ممتاز، يعني الحياه العاطفيه ديالكم كيف ما كان الحبيب او كيف ما كان الزوج، كان ابيض كان حنطي كان اسمر، الحياه العاطفيه في الاوج في القمه، يعني احسن ورقه في الكارطه المغربيه طايحه لك على بيت الفراش ديالك او على الحياه العاطفيه ديالك. فعندك اشياء جديده، عندك اشياء رائعه، عندك تحسن عاطفي، عندك فرح عاطفي، فالامور العاطفيه ممتازه جدا. الحاله النفسيه اللي كانت عندها حاله نفسيه صعبه في الايام الماضيه او كان عندك مشكل، فالامور غادي تكون ممتازه ابتداء من يوم الخميس، الامور ديالك غادي تحسن، غادي يكونوا عندك حظوظ، عندك لقاءات، عندك لمات، عندك جمع، يعني غادي تكوني في مجمع ديال الناس، ما غاديش تكوني وحيده، الناس غادي تكون معك دائما، ما غاديش تحسي بهذاك القنطه ولا بهذاك الضيق. وكنقول هنا اللي كتنتظر خبر من الابيض سواء كان حبيب او كان زوج، غادي يقول لك خبر مهم، هذا الخبر خاص بالعتبه، خاص بالبيت او خاص بارض او خاص بمحل، غادي يهضر لك فيه
وغادي يهضر لك كذلك بخصوص حاجة مادية أو بخصوص فلوس. فالخبر اللي غادي يقول لك هذا الأبيض سواء كان حبيب أو كان زوج هو إيجابي، خبر غادي تفرحي عليه. وتنقول اللي كتشك مثلا في الحنطي أو كتشكي في الأبيض الناحف فما تشكيش، فالأمور جيدة معه، فشوية الوسواس غادي تكوني موسوسة او هذاك العين والحسد والتابعه بحال كيخليوك دائما كتوسوسي وكتقولي هذا الحنطي هذا ما كيبغينيش، هذا الحنطي هذا هاملني، هذا الحنطي هذا ما دايهاش فيا، او هذا الابيض الناحف ما دايهاش فيا. فبالعكس الامور ديالك راهي جيده، وحتى مع الاسمر امورك رائعه، الامور العاطفيه رائعه جدا. فهذا كان الفال ديال الفئه الثانيه بيضاء. فاللي جا مهم او الرساله اللي جات لك مهمه يا البيضاء الفئه الثانيه، هو حياتك العاطفيه او حياتك الزوجيه ممتازه جدا مع الحبيب او مع الزوج، حياه رائعه رائعه خلال 3 ايام الجايه. وكنقول لك المشكل النفسي اللي كان عندك او الضيق اللي كان عندك، ف من ابتداء من نهار الخميس غتحسي بنفسك نشطه حركيه اجتماعيه، لقاءات عندك، تشارك مع الناس، استشارات مع الناس، كتقدري تساعدي الناس، تقدري تجلسي معاهم، فامورك غادي تكون احسن ابتداء من يوم الخميس. وتنقول اللي هي تتنتظر دخول الرجل الابيض للعتبه، فدخوله راهو كاين سواء كان زوج او كان ابن او كان اخ او رجل كتنتظروه هو ابيض، فدخوله للعتبه راهو كاين. واذا كان هذا الحبيب ديالك او الزوج ديالك، فكنقول لك غادي يقول لك خبر خاص بفلوس او بحاجه ماديه، وكاين اللي غادي يقول لها خبر بخصوص عتبه او بخصوص محل او بخصوص ارض، غادي تفرحوا عليه انت وهذا الابيض هذا. واللي كانت عندها شك في الابيض النحيف وشك في الحنطي، فحيدي هذوك الشكوك، لان هذاك الشيء كاين عندك في بالك، انت مضغوطه بالعين والحسد والتابعه هذه الايام هذه. تنقول لك راه ما كاينش خيانه لا من الحنطي ولا من الابيض النحيف. والاسمر راهو قلنا سواء كان اسمر ابيض او حنطي، الحب راهو كاين في الاوج في القمه، ولكني ردي بالك من العين والحسد على الاموال ديالك او على الارزاق ديالك. ونشوفوا الفال ديال البيضاء فئه ثالثه من 46 فما فوق، غادي يكونوا عندك مشاوير كثيره، تحركات كثيره، غادي تكوني يعني كتستعدي تاخدي اوراق او تحصلي على رخصه او شهاده او عندك عقود بخصوص حاجه كبيره، فالتحركات ديالك غادي تكون كثيره بخصوص الاوراق، يعني شهاده، فيزا، رخصه، اقامه، جنسيه، هاد الاشياء هذه غادي تكوني كتحركي من اجلها، يعني عندك دخول الادارات من اجل توقيع عقود او من اجل الحصول على اوراق. وتنقول اللي كتنتظر رجوع، فالرجوع هذا الاسبوع ما كاينش او التصالح ما كاينش، لان مازال عندك طاقات سلبيه او عليك سحر او عليك ضغوطات او عليك او عندك غيار، فاللي كانت مخاصمه مع الحبيب او مع الزوج ديالها فشويه بلوكات على الرجوع هاد الايام هذه. وتنقول لك الحاجه الكبيره اللي باغا تحصلي عليها او الحاجه الماديه اللي انتيا تعبه من موراها وكتقولي بغيت نحصل عليها، فوقتاش نحصل عليها، حتى هي مازال عندك شي شويه غيار عليها، مازال موقفه لك هذه الحاجه اللي هي مهمه في حياتك اللي هي حاجه ماديه كبيره. تنقول لك اللي خايفه وكتقول واش الاهل ديال الزوج ديالي غادي يضروني، واش الاهل ديال الخطيب ديالي غادي يضروني، او واش الاهل ديال الحبيب ديالي ما بغاونيش، فكنقول لك هذه الايام هذه الامور هادئه وممتازه جدا، الامور صافيه بينك وبين الحماه او بينك وبين الاهل ديال الحبيب او ديال الزوج ديالك. اللي عندها الاسمر، الاسمر غادي تكوني فرحانه معاه بخصوص الابناء، الا عندك ابناء غادي تفرحي معاه بخصوص الابناء ديالكم، والا ما عندكش راه غادي يكون عندك حمل مع هذا الاسمر. والا كان الحبيب ديالك هو اسمر، عندك معاه حاجات جديده او غادي يقول لك حاجات جديده، او غادي تشوفي معاه حياه اخرى، او انه كيتصرف معاك تصرفات جديده
والى الاحسن. بالنسبه للابيض، الابيض غادي تكون حياتكم زوينه وهادئه والامور ديالكم جيده. غادي يكون هذا الابيض هذا تيميل لتيميل للزيارات العائليه، او كيميل للاهل ديالو بزاف هاد الايام، او كيبغي يستضيف الاهل ديالو عنده في الدار، او كيبغيك تمشي معاه لعند الاهل ديالو. بالنسبه للحنطي، ما بانش الحنطي، فالامور غادي تبقى على ما هي عليه. فبالنسبه للبيضاء الفئه الثالثه من 46 30 سنه، قلنا غادي يكون عندك تحركات كثيره او تنقلات كثيره، او غادي ديري شوبينغ او مشتريات، وكنقول لك غادي يكون عندك تحركات خصوصا فيما يخص الاوراق. ممكن تحركي باش تحصلي على فيزا، على اقامه، على جنسيه، على شهاده، على رخصه. فهاد الامور هذه غادي تكون عندك كثيره في هاد الايام هذه. وقلنا الحاجه الكبيره اللي باغا تحصلي عليها او باغا تشريها، شي شويه عليها بلوكات. وإلا كنتي مخصمه مع الزوج ديالك او مع الحبيب ديالك، فشي شويه كاين سحر او كاين طاقه سلبيه، فما كاينش واحد الرجوع او ما كاينش واحد المصالحه بينك وبين الحبيب ديالك. الا كنتي يعني وانت كتشوفي هذه القراءه كنتي مخصمه معاه او كنتو متباعدين انت وياه. كنقول اللي كتسال على الحما ديالها واهل الحبيب او الزوج ديالها، فكنقول لك الامور هذه الايام راه غادي تكون هادئه وغادي يكون توالم بيناتكم. بالنسبه للاسمر، غادي يكون عندك معاه حمل، او الا كانوا عندك اولاد غادي تفرحي مع الابناء ديالك والزوج ديالك. والا كان هذا الحبيب ديالك فهو غادي يقول لك اشياء جديده، غادي تفرحي على هذه الاشياء، او هو غادي يغير من التعامل ديالو معك الى الاحسن. بالنسبه للابيض، الامور ديالكم متوسطه لا باس بها انت وهذا الابيض، ولكن اللي غادي يطغى عليه هذه الايام هو غادي يكون بيتوتي، وغادي يكون كيبغي عفوا غادي يكون كيبغي اما يستضيف الاهل ديالو للبيت، او غادي يبقى يطلب منك انك انت تمشي معاه للاهل ديالو او البيت العائله ديالو. الا كان هذا الابيض الحبيب ديالك، ف ما غاديش يكون كيبغي هذوك الخروج، غادي يبقى دائما يقول لك دار، يعني البيت، خصو البيت، يعني جلس معاك في بيت او في مكان يعني ما يكونوش فيه الناس، يعني مكان تكوني فيه غير انت وهو. غادي يكون يبغي العزله كما هكا. فهذا ما قال الفال ديالك يا البيضاء الفئة الثالثة. إن شاء الله الفال يكون عجبكم، واخا هو قصير فجاكم برسائل لهاد الأيام هذه. كنتمنى لكم الصحة والسلامة وطول العمر. البيضات كنشكركم بزاف، ما تنساوليش لايك. ف مازال ندير لكم خصيصا لكم لكنا البيضات قراءة خاصة غادي نعاودها لكم ان شاء الله قريبا لكم. علاش؟ لان سبق هذه شي 10 ايام كنت درت الفال البيضاء بوحدو للاسبوع يمكن الثاني من يناير، والسمراء والحنطيه. فالبيضات كان نسبه المشاهده كانت عاليه، يمكن 4 مرات اكثر من السمراء ومن الحنطيه. فعجبني الحال انكم كنتوا اكثر ليكم. فاذا يمكن المشاهده البنات اللي كيشاهدوني البيضات اكثر، فغادي ندير لكم فال ان شاء الله ممكن غدا او بعده نعاود لكم فال بشكل مطول وبشكل مفصل اكثر. كنشكركم بزاف على اللايكات ديالكم، ما تبخلوش عليا باللايكات ديالكم، لان اللايكات ديالكم تيساعدوني على انني نعطي اكثر واكثر، كيفرحوني، كيخليوني انني ندير فيديوهات اكثر واكثر. شكرا لكم، اهتموا بنفسكم، سعدوا واستغلوا الفرص واستمتعوا بالحياة، وما تفكروش في الماضي وعيشوا المستقبل. الى اللقاء ان شاء الله، كنبغيكم بزاف وباي باي.